سيرحل السوريون، اتخذ قرارا. هذه العبارة هي إحدى شعارات الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أغلو، شعار وإن كان رفع قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فقط، إلا أنه يمثل ذروة الخطاب العنصري المعادي للاجئين السوريين في تركيا. فالسوريون ومنذ سنوات باتوا عنوان الاستقطاب السياسي في البلاد، وعلى حساب أمانهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي تنسج الحملات الانتخابية للبلديات ومقاعد البرلمان والرئاسة. في عام 2017 عثر على جثتين في إحدى غابات ولاية سكاريا التركية، الأولى تعود لسيدة سورية حامل اغتصبت قبل قتلها، والثانية تعود لرضيعها الذي كان يبلغ من العمر 10 شهور. حينها قالت جمعيات حقوقية تركية إن الجريمة كانت جريمة كراهية، وإن الحملات العنصرية ضد السوريين في تركيا على مواقع التواصل كانت السبب وراء وقوع هذه الجريمة. لكن وبدل أن تدفع هذه الجريمة بعض الساسة الأتراك إلى تخفيف حدة الخطاب العنصري تجاه السوريين، ارتفعت حدة هذا الخطاب لدرجة أنه بات عرفا في أدبيات السياسة في البلاد، ليأتي عام 2019 وتبدأ حملة كراهية وتضليل منظمة تجاه السوريين قادها سياسيون وإعلاميون وفنانون ورياضيون، وغذتها تصريحات حكومية. حملة كراهية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولا يبدو أنها ستنتهي قريبا. وخلال هذه السنوات ارتكبت الكثير من الجرائم والاعتداءات بحق السوريين بدافع الكراهية والعنصرية. 10 مليون سوري يتمد 10-20 مليون دهاسي مجاسم. يستند العنصريون في دعايتهم المضللة ضد السوريين على عدة عناوين، معظمها يتعلق بالاقتصاد، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية خلال السنوات الماضية، وفي ظل تصريحات حكومية على أعلى المستويات تتحدث دائما عن 40 مليار دولار أنفقت على السوريين. من هذه الادعاءات أن السوريين يتقاضون راتبا شهريا من الدولة التركية، وأنهم لا يدفعون تكلفة فواتير الطاقة والمياه، وأن التجار السوريين معفون من الضرائب، وأن العمال السوريين يتسببون برفع معدلات البطالة في صفوف الشبان الأتراك. يضاف إليها ادعاءات بأن الطلاب السوريين يدخلون الجامعات بلا امتحانات، وأنهم يحصلون على منح دراسية من الحكومة، ناهيك عن ادعاءات بأن السوريين يحصلون على الجنسية التركية بعد 5 سنوات من دخولهم البلاد، وأنهم يشاركون في التصويت بالانتخابات. ورغم التكذيب المستمر لهذه الادعاءات، إلا أن العنصريين مصرون على استخدامها. 10 مليون tane affedersiniz insan olmayan yaratık var. Araplar, Afganlar, Pakistanlılar bunlara insan diyemeyiz. Bunlar kesinlikle insan değil. وهكذا ترفع إحدى مرشحات الانتخابات البلدية لشعار لن نسلم حي الفاتح للسوريين، ويتوجه أحد قادة المعارضة إلى الحدود السورية لزراعة لغم مضاد للأفراد من أجل منع وصول اللاجئين بحسب زعمه. ويصدر رئيس بلدية قرارا برفع تعرفة أسعار المياه بواقع 10 أضعاف على بيوت اللاجئين، وتهاجم منازل ومحال السوريين جهارا نهارا، ويحرق 3 شبان سوريين بدوافع عنصرية، ويتهم السوريون باطلا بالقيام بأعمال نهب وسرقة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، ويطرد السوريون من أحد مراكز إيواء الناجين من الزلزال، وتغدو عبارات التحريض على قتل اللاجئين أغاني. التصريحات والممارسات المعادية لوجود السوريين في تركيا لا تقتصر على قادة المعارضة، بل انخرطت الحكومة التركية الحالية في هذه الممارسات. وبحسب تقارير حقوقية، فإن الحكومة التركية متورطة في أعمال ترحيل قسري لمئات السوريين إلى بلادهم بعد إجبارهم على توقيع أوراق العودة الطوعية، كما يتوعد أردوغان وحكومته بترحيل 1 مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري في حال بقائه في الحكم.
لا يكاد السوري يعرف طعم الاستقرار في تركيا أبدا، لا سيما مع انتشار اللوحات الانتخابية التي تتناوله وتتناول حياته واستقراره ومستقبله، ولسان حاله يقول: وسوى العنصريين المحرضين خلف ظهرك معتقلات وحفر قتل جماعي وسلاح كيماوي وقوى أمر واقع، فعلى أي جانبيك تميل؟